بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله في المحاضرة دي عن محولات الجهد او الفولتج ترانسفورمر. طبعا زي ما تعودنا في كل مرة هنشرح ان شاء الله الموضوع اللي معانا من خلال بعض البنود او بعض الاسئلة اللي موجودة قدامنا. احنا قلنا قبل كده ان المحولات بصفة عامة ثلاث انواع: محولات قدرة، دي اللي هي اكبر من 5 ميجا فولت امبير، محولات توزيع، دي اللي هي خاصة بالتوزيع او شبكات التوزيع، محولات قياس واللي هي نوعين زي اللي موجود قدامنا، محولات جهد فولتج ترانسفورمرز ومحولات تيار. ودي فايدتها ان انا بستخدمها عشان اوصلها مع اجهزه القياس واجهزه الوقايه واجهزه التحكم، خصوصا في الدوائر الجهد او محطات المحولات الجهد العالي. زي ما قلنا قبل كده في محاضره محولات التيار، لو انا عندي 3 فيز 380 فولت لموتور او ورشه معينه وعاوز اقيس الامبير اللي بيمر في اي فازه، طبعا عندي جهاز الاميتر بوصله مباشره توالي في الفازه تي او الفازه اللي انا عاوز اقيس الامبير اللي بيمر فيها. لو عاوز اقيس الجهد بين اي فازتين بوصل الفولتاميتر مباشره بين اي فازتين، يبقى عندي جهاز الاميتر لقياس التيار، جهاز الفولتاميتر لقياس الفولت، بوصل لهم كاجهزه قياس مباشره مع الموصلات او الفازات اللي عندي. لكن طبعا دي جهود منخفضه 380 فولت، لكن هل اقدر اعمل كده في الجهود العاليه اللي هي بالكيلو فولت او بالاف الفولتات؟ وزي ما احنا قلنا قبل كده في محاضره محول التيار، لو انا عاوز اقيس الجهد اللي ما بين الفازه ار والفازه اس للمحول او للموصلات او في المحطه اللي عندي اللي هي جهدها 66 كيلو فولت، هل انا اقدر اجيب الفولتميتر زي ما عملت مع الموتور من شويه ووصل الفولتميتر مباشره اطراف الفولتميتر مع الموصلات اللي هي جهدها 66 كيلو فولت؟ طبعا جهاز القياس اللي قدامنا سواء كان فولتميتر او كان اميتر ما اقدرش اوصلهم مباشره في جهود اعلى من 600 فولت او اعلى من 1000 فولت، لان العزل اللي بيخص اجهزه القياس واجهزه الوقايه، العزل اللي بيخص هذه الاجهزه لا يتحمل اكتر من 600 فولت ولا اكتر من 1000 فولت. علشان كده علشان اقيس الجهد اللي ما بين فازه وفازه يبقى في عندي وسيط ما بين الموصلات او ما بين الدوائر او ما بين المهمه اللي هي جهدها عالي، في عندي وسيط ما بين المهمات واجهزه القياس واجهزه الوقايه اللي هي في حاله الجهود هي محولات الجهد. يبقى انا عندي الاجهزه اللي قدامنا سواء كان اجهزه قياس اميتر او فولتاميتر او اجهزه وقايه، الاجهزه دي بتقيس الاف الفولتات والاف التيارات بس في دوائر لا تتعدى 1000 فولت او 600 فولت. طب علشان اقيس الجهود العاليه 66 كيلو فولت او 220 كيلو فولت او 500 كيلو فولت ازاي؟ لازم يكون في وسيط ما بين هذه الاجهزه والجهود العاليه اللي هو محولات الجهد لو هقيس الجهد او محولات التيار لو هقيس التيار. وبالتالي ايه هي الاهميه او الوظيفه الاساسيه لمحولات الجهد في شبكه او منظومه القوى الكهربيه؟ اول وظيفه لمحول الجهد هي عزل، بتعمل عمليه عزل او وسيط ما بين المهمات اللي هي جهودها متوسطه او جهودها عاليه او جهودها فائقه واجهزه القياس واجهزه الوقايه، هي وسيط او هي يعتبر عازل ما بين المهمات اللي جهودها عاليه واجهزه القياس واجهزه الوقايه، دي اول وظيفه. تاني وظيفه بتخفض الجهود العاليه اللي هي بالكيلو فولت او بالاف الفولتات لقيم صغيره، يا اما 100 فولت يا اما 110 فولت، ودي اللي بتناسب اجهزه القياس واجهزه الوقايه. على سبيل المثال لمحول الجهد 66 كيلو فولت بيخرج 100 فولت او 220 كيلو فولت بيخرج 100 فولت. ادي نيم بليت لمحول جهد زي ما شايفين، ادي محول جهد 66000 فولت بيخرج 100 فولت. طب احنا هنا ليه هنا على جذر 3؟ هنعرف كمان شويه ان محول الجهد بيتم توصيله ما بين فازه وما بين الارث. احنا خدنا في محاضره الكابلات ان في عندي جهد الخط الفي لاين وجهد الفيز او الفي فيز اللي ما بين فازه والارث، يبقى ما بين فازه والارث يعتبر 66 كيلو فولت على جذر 3، يبقى الجهد الخط اللي عندي هو 66 كيلو فولت اللي هو ما بين خط وخط، لاين ولاين، لكن انا محول الجهد هيكون ما بين خط وما بين ارث، وبالتالي هيكون جهد فيز اللي هو 66
كيلو فولت على جذر 3، وفي السكندري طبعا 100 على جذر 3، عشان برضو ما بين برضو لاين وما بين برضو ارث. يبقى انا عندي محطه محولات او السب ستيشن اللي موجوده قدامنا كلها جهود عاليه او متوسطه، ايا كان قيمه الجهد كام، جهد عالي، يبقى ما ينفعش استخدم فيه اجهزه القياس او اجهزه الوقايه مباشره، وبالتالي لازم يكون عندي فيه وسيط ما بين كل هذه المهمات اللي هي جهدها عالي واجهزه القياس واجهزه الوقايه اللي هي محولات الجهد. وبالتالي كل الجهود اللي موجوده قدامنا لو عاوز اقيس الجهد في اي منطقه او اي مهمه موجوده قدامنا لازم يركب عليها محول جهد، علشان اقدر من خلال الكنترول او من خلال الشاشات اللي قدامي بعرف جهد كل مهمة. على سبيل المثال ادي عندي محول رئيسي رقم 1، وبالتالي في عندي محول جهد موجود عليه، وبالتالي وانا قاعد في الكنترول او قاعد في قدام اجهزة القياس ادي عندي مثلا 237 كيلو فولت. القيمة اللي جت دي جت من خلال اجهزة القياس. اجهزة القياس ما تقدرش تقيس مباشرة الكيلو فولت، يبقى في عندي وسيط اللي هو ايه؟ محول الجهد. يبقى محول الجهد هو اللي وصل لاجهزة القياس القيمة ل 237 كيلو فولت. يبقى كل المحطة اللي موجودة قدامنا في كل مهمة عاوز اعرف جهدها كام لازم اركب عليها محول جهد قبل جهاز القياس. نفس الكلام اي مهمة عاوز اعمل لها بروتكشن او اجهزة وقاية لازم يكون عندي فيه محولات جهد موجودة على المهمة، محول الجهد برضو وسيط لجهاز الوقاية. يبقى محول الجهد بيغذي أجهزة القياس ويغذي أجهزة الوقاية. طب إيه هي طرق توصيل محول الجهد في الشبكة الكهربية؟ إحنا لسه شايفين من نمبليت إن محول الجهد 66 على جذر 3، زي ما شايفين قدامنا. إحنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت محول التيار سيريز في الدايرة أو توالي في الدايرة، لكن محول الجهد هل ما بين فازة وفازة؟ لا، محول الجهد ما بين فازة والإرث. عشان كده في النيم بليت اللي فاتت بنلاقي مكتوب 66 على جذر 3، مش 66 بس. لو 66 كيلو فولت بس يبقى ما بين فازه وفازه، لكن 66 على جذر 3 علشان بيتم توصيل محول الجهد ما بين الفازه او ما بين الخط، والطرف الثاني بيكون مع الارث او نقطه الارضي. ادي عندي مثال لتوصيل محول تيار وسيكت بريكر ومحول الجهد مع محولات القدرة. علشان اقيس الامبير اللي بيمر في محول القدرة وفي اي فازة بركب طبعا كارنت ترانسفورمر توالي مع الفازة، وعندي طبعا قاطع تيار، وعشان اقيس الجهد لاي فازة اي طبعا عندي الفي تي طبعا ما بين الفازة وما بين نقطة الارث زي ما موجود الصورة قدامنا. طب ايه هي المكونات الرئيسية لمحول الجهد؟ ثلاث مكونات رئيسية لمحول الجهد. اول حاجة القلب او الكور، بعد كده ملف ابتدائي، ده اللي بيتم توصيله توازي في الدايرة، يعني ما بين خط وما بين الأرض بيتم توصيل توازي في الدايرة. بعد كده ملف ثانوي اللي بيتم تركيب عليه أجهزة القياس وأجهزة الوقاية. أدي عندي بعض الأمثلة لمحاولة الجهد. أدي عندي ظهر طبعا إن في عندي طرف واحد أو طرف وحيد، ده اللي بيتم توصيله مع الفازة أو موصل الجهد العالي، والطرف الثاني بيكون نقطة الإرث. ادي عندي اجهزة القياس بيتم توصيلها على الدائرة الثانوية لمحول الجهد. ادي عندي قطاع داخلي او شكل داخلي من الداخل لمحول الجهد. ادي عندي نقطة البرايمري اللي بيتم توصيلها مع الفازة. ادي عندي ملف البرايمري ويندن. ادي عندي ملف السكندري. ادي عندي اطراف الدائرة الثانوية. هنا كده بيتم توصيل مع كل هذه الاطراف اجهزة القياس واجهزة الوقاية. وادي عندي طبعا القلب الحديدي. نفس الكلام زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت، ايه معنى الحمل المقنن او ريتد بيردن لمحول الجهد؟ طب احنا عارفين ان محول الجهد بستخدمه مع اجهزة القياس واجهزة الوقاية. طب هل انا هوصل في الدائرة الثانوية محول او جهاز قياس واحد ولا جهازين قياس ولا اربع اجهزة قياس؟ هل هوصل جهاز وقاية واحد ولا كذا جهاز وقاية؟ مين اللي بحدد عدد اجهزة القياس في الدائرة او عدد اجهزة الوقاية؟ هو قيمة او مقنن محول الجهد، ريتد بيردن لمحول الجهد. محول الجهد مصمم ان هو يتحمل كام اوم في الدائرة الثانوية او كام فولت امبير. لو محول الجهد اللي موجود عندي بيتحمل على سبيل المثال 30 فولت امبير، يبقى كل اجهزة الجهود اللي هركبها في الدائرة الثانوية مجموعها او مجموع حملها لا يزيد عن 30 فولت امبير. يبقى الحمل المقنن او ريتد بيردن هي مجموع او قدرة
كل اجهزه القياس او اجهزه الوقايه اللي هوصلها في الدايره السنويه او مع الملف السنوي، وبتقاس بالاوم او بالفولت امبير. طبعا كل لو انا هوصل في الدايره السنويه كذا جهاز قياس او جهاز وقايه، طبعا انا عندي محول جهد، وبالتالي كل هذه الاجهزه بيتم توصيلها طبعا على التوازي علشان تقيس او يمر فيها نفس الجهد. لكن طبعا في حاله السي تي بوصل كل الاجهزه كانت توالي، لكن في حاله الفي تي او محول الجهد بوصل كل اجهزه القياس او اجهزه الوقايه توازي في الدايره. طب ايه هي اهم انواع محولات الجهد في الشبكه الكهربيه؟ عنده نوعين اساسيين، هو محول جهد حسي اندكتيف فولتج ترانسفورمر، ومحول جهد سعوي كاباسيتيف فولتج ترانسفورمر. طب محول الجهد الحسي طبعا هو المحول المشهور، لكن ده بيستخدم حتى 66 كيلو فولت. لكن محول الجهد السعوي بستخدمه في حاله الجهود العاليه اللي هي اكبر من 66 كيلو فولت، طبعا معنى جهود عاليه وبالتالي محتاج عزل كبير، وبالتالي عزل كبير معناها حجم كبير، وبالتالي تكلفة اقتصادية كبيرة. علشان اتغلب على هذه التكلفة الاقتصادية وعلى هذا الحجم الكبير، تم انتاج او اختراع نوع من المحولات اسمه محول جهد سعوي، وده عبارة عن مجموعة من المكثفات بيتم توزيع الجهد على اساسها. يبقى محول الجهد السعوي او الكباسي فولتج ترانسفورمر ده بيستخدم غالبا في الجهود الاكبر من 66 كيلو فولت علشان العزل ما يكونش كبير. ايه اماكن تركيب محولات الجهد في الشبكه اللي عندي؟ اي مكان عاوز اقيس فيه جهده يتم تركيب محول جهد، او اي مكان عاوز احميه من الاوفر فولتج لازم اركب فيه محول جهد. ادي عندي خطوط النقل، سواء كانت خطوط هوائيه او كابلات ارضيه، انا عاوز اعرف الجهود اللي ما بين فازه وفازه، او الجهود اللي على كل فاز، او احمي الجهود الخطوط اللي عندي من الجهود العاليه، وبالتالي لازم عندي في عندي محول جهد علشان اوصله مع اجهزه القياس واجهزه الوقايه. المغذيات عاوز اعرف الجهد على كل مغذي، الجهد اللي على الباسبار اللي عندي، الجهد الميديم فولتج، اجهزه القياس واجهزه الوقايه، وبالتالي لازم يكون عندي في محول جهد على المغذيات او على قطاعات التوزيع المختلفه. المحولات عاوز اقيس الجهد في البرايمري، وعايز اقيس الجهد اللي في السكندري، عاوز اعمل اوفر فولتج حمايه، اوفر فولتج او اندر فولتج في البرايمري او السكندري، وبالتالي لازم استخدم محولات جهد في ناحيه البرايمري ومحولات جهد في ناحيه السكندري. طبعا احنا عارفين ان كل محول جهد لقيمه جهد مقننه يتحملها، وبالتالي محول الجهد اللي في جانب ال 220 كيلو فولت طبعا مختلف تماما عن محول الجهد في جانب 66 كيلو فولت او ال 11 كيلو فولت. ادي عندي جزء من السيجلان دجرام، ادي عندي خطوط هوائيه او دوائر عادي موصل عليها محولات جهد علشان اقيس الجهد في كل دايره او لكل فازه. ادي عندي محول جهد في جانب المحول في جانب الميديم فولتج، ادي عندي محولات جهد على قطاع التوزيع الميديم فولتج. يبقى كل مكان عاوز اقيس الجهود بتاعته او احميه من الاوفر فولتج او اندر فولتج لازم اركب معاها محولات جهد. طيب دايما بننبه لاستخدام مفتاح منيتشر سيركت بريكر او فيوزس في الدوائر السنويه لمحول الجهد. طبعا احنا في المحاضره اللي فاتت قلنا ممنوع استخدم اي حاجه تعمل لي اوبن سيركت في حاله محول التيار، وشرحناها في المحاضره اللي فاتت. يبقى ما ينفعش استخدم مفتاح او فيوز في السي تي علشان ما يعملش اوبن سيركت في الدائره السنويه لمحول التيار، وبالتالي هيحصل عندي انفجار، ودي شرحناها بالتفصيل في المحاضره اللي فاتت. لكن في محول الجهد بيتم استخدام مفتاح منشر سيركت بريكر او فيوزز في الدايره السنويه لمحول الجهد. ليه؟ احنا عارفين لازم نعرف ان محول الجهد الدايره السنويه بيكون ليها تيار مقنن، تيار في الدايره السنويه. لو التيار زاد عن قيمته المقننه هيحصل عندي سخونه في الملفات او سخونه في الاسلاك او سخونه في الدايره السنويه، وبالتالي هينهار عزل محول الجهد. علشان اتجنب اي تيار زياده او اي اوفر كارنت زياده في السكندري سيركت لمحول الجهد بيتم استخدام منيتشر سيركت بريكر او فيوزز، علشان مع اي زياده في التيار بيتم فصل المفتاح او الفيوز بصوره فورا يعني. طيب نفس الكلام مصطلح بيكون موجود على النيم بليت لمحول الجهد، 66000 على جذر 3، 100 على جذر 3 فولت، 30 فولت امبير 5 بي. احنا عرفنا خلاص ان محول الجهد اللي موجود قدامنا بيتم توصيله ما بين فازه والارث،
يعني جهد الفيز، وبالتالي لو الجهد اللي عندي 66 يبقى محول الجهد مصمم 66,000 على جذر 3. يبقى 66,000 على جذر 3 ان محول الجهد ده مصمم انه يعمل او يشتغل في دايرة جهدها وعلى موصل جهده 66 كيلو فولت، لكن انا هوصله مع فازة والارث او فازة والارض، وبالتالي 66 على جذر 3، 100 على جذر 3 نفس الكلام. يبقى ده الجهد السنوي 100 فولت، بس برضو نفس الكلام ما بين فازة وما بين الارث. يبقى 100 على جذر 3 ده الجهد السنوي او الريتد سكندري فولتج في الدايرة السنوية. ال 30 فولت امبير دي مجموع او ريتد بيردن او كل الاجهزه القياس او كل اجهزه الوقايه اللي اقدر اوصلها في الدايره السنويه لمحول الجهد، قيمتها او قيمه مقاومتها او قيمه قدرتها لا تزيد عن 30 فولت امبير. 5 بي درجه الدقه لجهاز الوقايه، طبعا بي معناها بروتكشن والام معناها ميجرنج. جهاز او محول الجهد اللي قدامنا ده بيستخدم مثلا في جهاز مع أجهزة الوقاية، وبالتالي دقة القياس لأجهزة الوقاية حوالي 5% في البروتكشن. ايه اهم أجهزة القياس اللي بيتم توصيلها مع محول الجهد؟ طبعا جهاز القياس او اشهر أجهزة القياس اللي بتوصل مع محول الجهد هو جهاز الفولتاميتر اللي من خلاله بقى تقيس الجهد الكهربي بالفولت او الفولتج. أجهزة القياس عرفناها. ايه أجهزة الوقاية اللي بيتم توصيلها من محولات الجهد؟ اجهزه الوقايه برضو الاوفر فولتج او الاندر فولتج، دي اشهر اجهزه الوقايه اللي بيتم توصيلها من محولات الجهد. اجهزه القياس اللي بيتم توصيلها مع محول الجهد وفي نفس الوقت من محول التيار، وطبعا دي قلناها في المحاضره اللي فاتت مع محولات التيار. عشان اعرف اجهزه القياس نشوف المعادلات، ايه المعادله اللي بيكون داخلها فولت وامبير؟ اي معادله فولت وامبير المعادله ما هي الا جهاز قياس. فولت وامبير يبقى جهاز قدره فعاله اكتف باور، فولت وامبير جهاز قدره غير فعاله، فولت وامبير جهاز القدره الكليه او الابيرنت باور او التوتال باور. اجهزه الطاقه الفعاله، طاقه غير فعاله، طاقه كليه، اجهزه الباور فاكتور، كل هذه اجهزه قياس بيتم توصيل معها سيجنال في تي وسيجنال سي تي. ادي قدامنا زي ما قلنا برضو في محاضره السي تي، الجهاز اللي قدامي ما هو الا معادله بتطبق فعلا. المعادله اللي قدامي دي هي عباره عن الجهاز من جوه، يبقى كل معادله قدامي هي الجهاز اللي قدامها، وبالتالي علشان الجهاز من ده يشتغل لازم محتاج سيجنال تيار طبعا بتيجي من السي تي، وسيجنال فولت طبعا بتيجي من الفي تي. طبعا اجهزه الطاقه الفعاله، اجهزه الطاقه الغير فعاله، الطاقه الكليه اللي موجوده قدامنا، علشان اقيس الاكتيف انرجي والرياكتيف انرجي والتوتال انرجي لازم سيجنال من السي تي وسيجنال من الفي تي في نفس الوقت. طب ايه اجهزه الوقايه اللي محتاج فيها في تي وفي نفس الوقت سي تي؟ عاوزه سيجنال من الفي تي ومن السي تي. طيب نفس الكلام، جهاز وقايه المسافيه للخطوط ديستانس بروتكشن، جهاز الوقايه اتجاهي دايركشنال اوفر كارنت بروتكشن، جهاز الوقايه للتسرب الارضي دايركشنال ايرث فولت بروتكشن. طبعا هنا فولت وتيار مسافيه يبقى بقيس المقاومه، فولت وتيار اتجاهي اقيس الزاويه عشان احدد من خلالها الاتجاهات. اهم الاختبارات الكهربيه اللي المفروض تتم على محولات الجهد: اختبار نسبه التحويل، اختبار القطبية بولاريتي، اختبار مقاومة الملفات، اختبار العزل سوليشن، اختبار التان دلتا او معامل الفقد او الديسيبيشن فاكتور، اختبار تحمل الجهد العالي او الهاي فولتج تيست. قلنا في المحاضرة فاتت ان في فرق رئيسي ما بين محول القدرة او محول التوزيع ومحول الجهد ومحول التيار. احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان محول التيار علشان كل تيار زيادة يبقى تيار سنوي زياده، يبقى جهاز قياسي يحس بالزياده لازم فيض متغير. اي زياده في تيار البرايمري الفيض بيزيد، وبالتالي بيزود تيار السكندري بيزيد، وبالتالي جهاز القياس بيحس بالزياده. يبقى تيار بيزيد، فيض بيزيد، تيار بيزيد في جهاز القياس، جهاز القياس اشتغل صح. تيار في البرايمري قل، الفيض بيقل، التيار في الثانوي بيقل، جهاز القياس قاس القيمة القليلة. يبقى لازم علشان محول التيار يشتغل صح عاوز فيض متغير علشان يديني قيمة تيار متغير. نفس الكلام محول الجهد، علشان جهاز القياس او جهاز الوقاية يشتغل صح
لازم يكون قيمة الفولت متغيرة. الفولت زاد جهاز الوقاية يحس بيه، الفولت قل جهاز الوقاية يحس بيه أو جهاز القياس. علشان أحصل على جهد زيادة أو جهد قليل، الجهد دايما أعرف قيمته باستمرار، لازم عندي فيض متغير زي ما شرحناها في المحاضرة اللي فاتت. أما في حالة محول القدرة، إحنا بنغذي أحمال، فلازم الجهود عند الأحمال قيمتها ثابتة ولا تقل ولا تزيد. علشان اثبت الجهد عند الاحمال او علشان اثبت جهد الثانوي، لازم يكون عندي فيض ثابت. يبقى هنا فيض متغير وبالتالي تيار في اجهزة القياس متغير، فيض متغير وبالتالي جهد في اجهزة القياس متغير زيادة ونقصان. اما فيض ثابت وبالتالي بضمن الجهد ثابت عند الاحمال، قيمته ولا تزيد ولا قيمته تقل، وطبعا ده المطلوب للاحمال. وعرفنا في محاضره المحولات اثبت الجهد ازاي واثبت الفيض ازاي من خلال استخدام مغير الجهد او الاون لود تاب تشينجر. ايه اهم البيانات او المواصفات الفنيه لمحول الجهد؟ عندي محول جهد في الموقع، ايه البيانات اللي المفروض اكون عارفها عن كل محول جهد موجود عندي في الموقع؟ اول حاجه الجهد المقنن او الريتد فولتج. المحول الجهد اللي قدامي ده ينفع يتوصل مع دايره جهدها كام؟ 66 كيلو فولت ولا 220 كيلو فولت؟ يبقى اول حاجه لازم اعرفها الجهد المقنن لمحول الجهد قيمته كام، نوع المحول الجهد، هل ده نوع حسي اندكتيف ولا نوع سعوي كاباسيتيف فولتج ترانسفورمر. الجهد الابتدائي هل هو 66 كيلو فولت على جهاز الثلاثة ولا 11 كيلو فولت ولا 220 كيلو فولت؟ الجهد الثانوي اللي بيمر لأجهزة القياس وأجهزة الوقاية، هل هو بيخرج 100 فولت ولا بيخرج 110 فولت؟ الحمولة المقننة أو البيرد، مجموع الأجهزة اللي أقدر أوصلها في الدائرة الثانوية، مجموعها 30 فولت أمبير ولا مجموعها 15 فولت أمبير ولا مجموعها كام فولت أمبير؟ درجة الدقة لأجهزة القياس، دقة أجهزة القياس هتبقى في حدود كام؟ نص ولا 2 من 10 ولا 4 من 10؟ دقتها كام؟ دقة أجهزة الوقاية 3 بي، يعني 3% طبعا بي عشان طبعا ايه؟ بروتكشن، ولو في ام هنا بيكون طبعا خاصة بالميجرنج، يبقى 3%. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله.